درس أنا شيخنا بعثني الله يرضى عنه بعثني على سويسرا، درس سنتين بسويسرا. المشرف كان عن مركز بسويسرا كان الدكتور مدحات شيخ الأرض رحمة الله عليه. مدحات شيخ الأرض مريد كان عن شيخ أمين والد شيخنا. مدحات شيخ الأرض مع الملك، كان طبيب الملك، طبيب عبد العزيز. عبد العزيز صار عليه ضغوط وهجوم وأعداء وحاطوا وقاعد معه. مدحات شيخ الأرض قاعد مع الشيخ، معناتها في قتل يعني الحياة. فمدحات قاعد مع الملك لكن غمض عيونه رابطة مع الشيخ، فشاف الشيخ عم يقول له قوم 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 الحقني، أنا ماشي قدامك الحقني. فتح عيونه شاف الشيخ قدامه مغمض، شاف الشيخ فتح شاف الشيخ قدامه الحقني. محيطين جيش بالخيمة كلها، مشي الشيخ ماشي قدامه، مشي طلع فتح الشيخ العسكر ومر ومشي وطلع من بيناتهم، ما حدا حس فيه، ما حدا حس فيه. شلون شلون انت بتقول شلون؟ اما عند اهل الله ما في شلون. عبدي كن لي كما اريد اكن لك كما تريد، عبدي إن صدقت بذكري، عبدي إن صدقت بذكري جعلتك تقول للشيء كن فيكون. حال يا ابن أهل الله، ما أهل الله ما فيش ليش وشلون، ما أنت بتقول شلون لكن ما أهل الله ما في أبدا. ما وقت إنه أذكر الكون يعني أشياء حصلت معي، الله عز وجل يرضى عن شيخنا. والله يا ابني أنا متت 4 مرات في حياتي، والله أنقذني برابطة الشيخ، برابطة الشيخ بفضل الله ببركة الرابطة. شوف شيخنا وصلت مرة إلى الموت، بيني وبين الموت ما بقى في 5 دقائق، فقلت بموت على رابطة الشيخ. أنا في النهر، في نهر ونهر ضيق، ما عملت الرابطة، لقيت الشيخ عم يقول لي غط مقص، غط مقص لا تخاف. غطيت مقص كأنه واحد دفعني والله 50 متر. دقيت إيدي بالخشبات انفتحت المي وراحت، فزينا وطلعنا. بدي اطلع على الحج يا ابني، مشان يعرف الواحد انه شغله الشيخ. انا ما عم بحكي لكم قصص لكن لحتى تتذوقوا ان يا ابني مجالسه الشيوخ لها منفعه. بدي اطلع على الحج لاجل امور كثيره، قال لي يا ابني خليك مع الرابطه. طلعت والله يا ابني 7 ايام بالباخره ما نشفت الدمعة والله لا ليل ولا نهار. محروق محروق مشتاق للحبيب صلى الله عليه وسلم، بكاء بكاء بكاء. صلنا للمدينة المنورة على ساكنة أفضل الصلاة والسلام، وصلوا عليه يعني صلى الله عليه وسلم. صلنا دغري، فتح البيت، تغسلت ولبست وطلعت وقفت على باب السلام. قبل الفجر بـ3 ساعات واقف على الباب، بكاء بكاء. لكن إذا بقلكم إنه